أوثان واغتسل من الجنابة وتطهر من الحائض من النساء وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها ودخل بيتا له فاتخذه مسجدا لا تدخله عليه فيه طامث ولا جنب. وكان حين فارق الأوثان وكرهها يقول: أعبد رب إبراهيم. هذا ما كان يقوله زيد بن نفيل. بلى، وهو الآن ذاهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهر إسلامه، وهو شيخ كبير. بارك الله فيه، هيا بنا لنشهد إسلامه. هيا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بورك فيك يا أبا قيس، بوركت من جهل مؤمن تقي. الحمد لله. الحمد لله. سبح الله شرق كل صباح، طلعت شمسه وكل هلال، عالم السر والبيان لدينا، ليس ما قاله ربنا بضلال، وله الطير تستزيد وتأوي في وكور من آمنات الجبال. يا بني الأرحام لا تقطعوها، وصلوها قصيرة من طوالي، واتقوا الله في ضعاف اليتامى، ربما يستحل غير الحلال، وأجمعوا أمركم على البر والتقى وترك الخنا وأخذ الحلال. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، ما كنتم تقولون بالنجم الذي رمي به؟ كنا نقول: مات ملك وعاش ملك، مات مولود وولد مولود. ليس ذلك كذلك، ولكن الله تبارك وتعالى كان إذا قضى في خلقه أمرا سمعه حملة العرش فسبحوا، فسبح من تحتهم، فسبح لتسبيحهم من تحت ذلك، وما زال التسبيح يهبط من سماء إلى سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيسبحوا. ثم يقول بعضهم لبعض: مما سبحتم؟ فيقولون: سبح من قومنا فسبحنا لتسبيحهم. فيقولون: ألا تسألون من فوقكم مما سبحوا؟ حتى ينتهوا إلى حملة العرش فيقال لهم: يا حملة العرش، مما سبحتم؟ فيقولون: قضى الله في أمره كذا وكذا، ويقصدون الأمر الذي كان. فيهبط به الخبر من سماء إلى سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيتحدث به، فتسترقه الشياطين بالسمع على توهم واختلاف، ثم يأتوا به الكهان من أهل الأرض فيحدثوهم به فيخطئون ويصيبون. سبحان الله ولا إله إلا الله. من أنت يا أخ العرب؟ أنا سواد بن قارب. الكاهن؟ بلى. والذي جاء بك يا سواد؟ هذه دار إسلام، فنقر كهنة ولا كهانا، يستمعون إلى الجن وقد حجبوا. أعرف والله، وقد جئت لأؤمن بالله ورسوله، وقد أنذرت به، ولا أستطيع أن أنكر، فأين أذهب؟ بورك لك يا سواد، هيا بنا إلى مسجد رسول الله. هيا. حبا وكرامة. فيتحدث الكهان بما حدثتهم به شياطينهم، فيخطئون بعضا ويصيبون بعضا، ثم إن الله عز وجل
حجب الشياطين بالنجوم التي يقذفون بها، فانقطعت الكهانة اليوم، فلا كهانة بعد الآن. من هذا الرجل يا سعد؟ أنا سواد بن قارب. الكاهن؟ بلى، الكاهن الذي كان. ما جاء بك؟ جاء ليعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله؟ والله يا رسول الله، لقد أنذرتني الجن من مبعثك يوم رجمت بالشهب، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهل أتاك تابعك بعدها يا سواد؟ والله ما أتاني إلا لينذرني بمبعثك يا رسول الله، وقد عاودني المرة بعد المرة، وكنت أسأله عن أشياء كان يخبرني إياها، فإذا به قد حجب فلا يسمع شيئا ولا يعرف أمرا من أمور الغيب التي كان يحدثني بها. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سواد إن الله عز وجل حجب الشياطين بهذه النجوم التي يقذفون بها، فانقطعت الكهانة اليوم، فلا كهانة. يا رسول الله، إنما كنت رجلا على الشرك يأتيني تابعي من الجن فيخبرني فأتكهن. يا رسول الله، لقد خلعت رداء الكهانة إلى نهاية حياتي، فهل أحاسب على ما كان مني في جاهليتي؟ يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سواد إن الإسلام يجب ما قبله، فإن أخلصت الإيمان وعملت بأوامر الإسلام ونواهيه فلا بأس عليك، فقد كنا قبل الإسلام على الشرك، وقد هدانا الله إلى الإسلام والإيمان بالله وحده وبما جاء به رسوله من عنده، ولكل مسلم الجنة ما عمل صالحا. الحمد لله الذي هداني إلى الإسلام بين يديك يا رسول الله، الحمد لله الذي هداني إلى الإسلام بين يديك. إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. يقول لكم صلى الله عليه وسلم كلوا مما أتى به الرجل. هذه واحدة، الأنبياء لا يأكلون من الصدقة. إذا كنت يا سيدي لا تأكل من الصدقة فهذا كيس آخر فيه تمر طيب وهو هدية لك. يقول لك صلى الله عليه وسلم أما الهدية فنعم فيأكل منها، ويأمركم يا أخوتي بمشاركته. نعم يا عبد. وهذه ثانية. جئناك يا عبد الله ونحن سادة اليهود في يثرب، ونحن أحلاف يثرب أوسها وخزرجها. كانت يثرب لنا ولكم حتى جاءنا محمد وأصحابه بنسائهم ورجالهم فكاثرونا عليها، وما أظنهم إلا غالبون على أمرها. لقد غلبنا يا ابن أخطب، غلبنا أيها السادة. هكذا يا ابن أبي، أنا أتركها لمحمد وقد سن لنا شريعة صرنا تحت حكمها، فإن خالفها أحد حكم بها وقد يطرد من المدينة. يا ابن أخطب.